وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعل وجعلنا السماء سقفا محفوظا وجعلنا السماء وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر.
وصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، قضاء الحوائج، شفاء المرضى. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك ابن رسول الله، السلام عليك ابن أمير المؤمنين، السلام عليك ابن الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. وأشهد أن الذين خالفوك وحاربوك وأن الذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف
برحمتك يا أرحم الراحمين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. لبيك يا حسين، لبيك يا شهيد، لبيك يا حسين.